تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. شماتة وخناقه خالد فطوطه مع جماهير النادي الاهلي والتلقيح بالكلام على النادي الاهلي بعد الخساره بالامس من او عفوا بعد التعادل بالامس، بس هي خساره يعني تعتبر خساره، خساره نقطتين زي خساره 3 نقط، التعادل بالنسبه للنادي الاهلي خساره، فانا ما غلطتش يعني. لا هي زلة لسان ولكن هي مش غلطة، هي فعلا خسارة للنادي الاهلي ان انت ما تفوزش على البنك الاهلي، فدي خسارة. ان انت في 4 مباريات ما تجيبش غير 3 نقط فدي خسارة. فكان في فاصل من التريقة وفاصل من التنبيط وفاصل من قلة الادب من خالد فطوطة على النادي الاهلي بعد التعادل امبارح ما بين النادي الاهلي والبنك الاهلي، وجمهور النادي الاهلي كان بيبادلوا الكلام وبيبادلوا الاحاديث. تعالوا نطلع ونشوف مرتضى عفوا خالد فطوطه قال ايه، وجمهور النادي الاهلي يعني اللي عامل له الم وعامل له وجع وعامل له تربانه في دماغه، النادي الاهلي اللي عامل له حرقان في دماغه وحرقان في اماكن اخرى، يعني خالد فطوطه مش عايز يسيب النادي الاهلي في حاله، مش عايز يطلع النادي الاهلي من دماغه، ولكن احنا اللي بنجيبه لنفسنا، احنا اللي بنخلي اشباه الرجال واشباه الاعلاميين هم اللي يتكلموا على النادي الاهلي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه وخناقته مع جمهور النادي الاهلي وتلقيحه بالكلام عن النادي الاهلي، وتعالوا لي كمان تاني عشان نعرف نرد عليه ونرد عليه واحده واحده. يلا بينا. خالد فطوطه على حسابه الرسمي فاتحها كده ايه يعني محدته، عارفين الواحده الست اللي بتبقى مطلقه وقاعده على انتريه وعماله تلوكلوك تلوكلوك. خالد الغندور على صفحته كتب الاتي: بسم الله ما شاء الله، الاهلي كسبان بطولات وبيكسب كل المباريات بعد رمضان على طول. على ايه؟ فين فين يا منيل؟ 3 4 مباريات للنادي الاهلي مش عارف يفوز فيهم مباراه، واخد 3 نقط من 4 مباريات وبتنق وبتنبر. طبعا هو كان بيقصد على الطايره والسله واليد وكده. طب ما هو ما احنا مش في رمضان اهو، والنادي الاهلي مش عارف يفوز ولا مباراه، فده دليل على انك ان انت عندك كلمتين زي الست المطلقه عايز تنطرهم وتقولهم بدون وعي وبدون فكر وبدون فهم. تسكت؟ لا ما تسكتش. اكتب لك بقى ايه؟ الانسان بيبقى سعيد لما يقول كلام ويطلع صح. وقت فوز الزمالك بدوري وكاس الطايره واليد، دوري وسوبر وبطوله تصفيات افريقيا في السله، بعض الناس كانت بتتريق على جمهور نادي الزمالك اللي بيحفل بفوز فريقه في هذه الالعاب، ولما هو كسب فرح فرحه رهيبه والاعلام مهتم جدا وقناتهم كمان وفرحه على التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي رهيبه من كل الجماهير. ودلوقتي عرفت انت كنت بتتريق ليه وشايف الالعاب دي ملهاش لازمه لمجرد ان الزمالك كسبها وكسبها فيك، عفوا وكسبها وكسبك فيها، وده كان مزعلك. والاغرب كمان ان الزمالك كل ما يكسب بطوله يطلع الاتحاد بتاع اللعبه غير نظامها بعد سنه فوز الزمالك على طول، مثل السله الموسم الماضي والطايره هذا الموسم. سبحان الله، صدفة كل مرة. وعلى العموم الرياضة مكسب وخسارة، وفي النهاية اتعلموا تقولوا مبروك للفائز، ده احنا، وهارد لك للخاسر، هي دي القيم الحقيقية. مثلا أنا زملكاوي وأبارك لجمهور الأهلي اللي هم أصحابي، والحقيقة الأخلاق والروح الرياضية تظهر وقت الخسارة مش وقت الفوز. في البداية يا كابتن خالد أو يا أستاذ خالد أو يا كابتن فطوطة، حضرتك لما كنت بتتهزم في القدم بتروح تجري على الالعاب الاخرى وتقول نادي الزمالك فاز على كذا وفاز على كذا، الجمهور ما كانش في دماغه اصلا الالعاب دي، انت اللي كنت بتزيط وبتهلل لما كان فريقك مكفي على وشه، فلما فرقتي انا تكسبك في اللعبه اللي انت بتهيص فيها شيء طبيعي انها تروح تهلل عليك وتحفل عليك، لكن انت عمال برضه لوك 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 بدون وعي وبدون سند. انا بتنطط في لعبه معينه، لما يجي الخصم بتاعي يكسبني فيها وهو اصلا اللعبه دي ما كانتش في دماغه والجماهير ما كانتش بتشجعها وما كانتش بتجري وراها لان اللعبه الاولى هي القدم، فانت طبيعي لما تخسر وتقع على بطنك وتتبطش على بطنك الجماهير تحفل عليك. ده مش معنى كده ان احنا جرينا لا احنا بنرد عليك لانك انت بتفرح لما بتفوز في الالعاب دي، فاحنا جينا لك في الملعب اللي انت بتحبه وفي البطولات اللي انت بتحبها وبتتكلم عليها. يسكت خالد فطوطه؟ لا مكمل.
هو الدوري المصري اقوى ولا بطولة افريقيا؟ الزمالك كسب الدوري وخسر افريقيا، الاهلي كسب افريقيا وخسر الدوري، هي دي الكورة. عارفين ودنك منين يا كحة؟ يعني بيغني ويرد على نفسه. دي البطولة دي اقوى ودي يا حبيبي بطولة افريقيا اقوى لسبب، لان انت عندك اللعيبة بتاعتك في الدوري بتصدر الاتوبيس للنادي الاهلي، حتى في الماتشات بتوع الزمالك ايه بيصدر الاتوبيس، وطلائع الجيش صدر الاتوبيس دخل ال 18، الزمالك ما عرفش يفوز. ما هو ده شيء طبيعي، اي تكتل دفاعي للاسف للاسف. كل الفرق بتلعب في افريقيا مفتوحه، نادر لما تلاقي فرقه مقفله. النادي الاهلي بيعاني الامرين من الفرق اللي بتدافع، يعني المفروض يبقى النادي الاهلي يتعاقد مع لعيبه رؤوس حربه طويله، لان عندنا قصر قامه في اللعيبه، لا العرضيات ما فيش عرضيات، تسديدات على المرمى بنسبه ضعيفه جدا، التحرك بدون كوره بنسبه ما فيش تحرك بدون كوره. فهتقول لي افريقيا اقوى او الدوري اقوى، طب ما هو افريقيا الفرق الضعيف اللي انت ما عرفتش تروحها، اللي انت ما سوري عفوا ما اخدتهاش، عيب لما انت تطلع حصلت المجموعه من بطوله ضعيفه، اما بطوله ضعيفه ما اخدتهاش، اما بتتكلم ليه عن القوه والضعف؟ يسكت خالد فطوطه؟ لا، المحدثه شغاله في اكونته على الفيسبوك. الاهلي بطل افريقيا للطايرة على حساب الترجي في غياب بطل مصر دوري وكاس والزمالك واللي اعتذروا وايه اللي اعتذاره اعطى الفرصه للاهلي للتتويج ومفيش شكرا للزمالك. طيب الاهلي بطل افريقيا للطايره على حساب الترجي في غياب بطل مصري بطل مصري دوري وكاس الزمالك وايه اللي اعتذر او ايه اللي اعتذاره اعطى الفرصه للاهلي للتتويج مفيش شكرا للزمالك. انا مش هرد عليك، انا هخلي علاء عزت يرد عليك ورد عليه علاء عزت قال الاتي: كابتن خالد الغندور بيطالب الاهلي وجماهيره بتوجيه الشكر للزمالك لانه شارك بدلا منه في بطوله افريقيا للطايره في تونس وفاز بيها على حساب الترجي. كابتن خالد نسي ان الزمالك نفسه شارك بدلا من الاهلي المعتذر في بطوله العالم الماضي في تونس، ولكنه خسر في نهائي او في النهائي امام الترجي، يبقى المفروض الزمالك هو اللي يشكر الاهلي لانه اخد له بطاره من الترجي في الطايره بعد القدم، مش كده ولا ايه يا كابتن خالد؟ نيجي بقى لاخر حدوته عندنا كتبها امبارح، قال لك الزمالك هزيمتين ورا بعض والاهلي هزيمتين هزيمه وثلاث تعادلات ورا بعض، بس دوري ابطال افريقيا اورا او اقوى من الدوري المصري، وعامل انيموشن ضحك. يا كابتن خالد ما انا فهمتك في البوست اللي قبل اللي فات ان في الدوري اللعيبه بتاعه الزمالك الفرق اللي قدام الزمالك بتلعب دفاع، الاهلي والزمالك بيعانوا الامرين في اختراق الدفاع، وده شغل مدربين، المفروض المدرب الشاطر هو اللي يفك الطلاسم الدفاعيه والتكتلات الدفاعيه زي ما كان بيعمل جوزيه قبل كده، ان هو يعمل مرميين في نص ملعب واحد، وكان بيلعب ب 22 لاعب في نص ملعب واحد علشان يعود اللعيبه على الضغط وتضييق المساحات ويخلي اللعيبه تعرف تلعب في مساحات ضيقه. الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي، عشان كده النادي الاهلي بيلاقي صعوبه في الفرق اللي بتصدر الاتوبيس. وانا قلت لك ان نادي الزمالك مش عارف يفوز على انبي وتهزم من انبي، ومش عارف يفوز على طلائع الجيش وتهزم من طلائع الجيش، عشان التكتل الدفاعي وعشان ما فيش احتواء للحكام. فما تجيش تقول لي وتعمل انيموشن ضحك للدوري اقوى مش يا حبيبي يا ضناي يا سيدي، ده في فرق في الدوري لا تستحق انها تبقى قاعده في الدوري، في فرق في الدوري هدفها بس انها تتعادل مع النادي الاهلي او تتعادل مع نادي الزمالك او انها تظل في الدوري. يعني انت عندك فرق بتصارع تحت، فرق شوف الاسماعيلي بيصارع تحت، المصري بيصارع تحت، الاتحاد السكندري بيصارع تحت، الفرق الوسط كلها فرق مهلهله. الدوري المصري السنه دي قوي مش هنكر، الدوري في منتهى القوة السنة دي وفي منافسة حقيقية، ولكن ما تقوليش ان الدوري اقوى من دوري ابطال افريقيا. يا راجل ده انت مرة سألوه الكونفدرالية اقوى ولا دوري ابطال افريقيا؟ قلت لا، ده الكونفدرالية دي بطولة ضعيفة والرديف اللي بيطلع من دوري الابطال بيروح هناك على دوري ابطال افريقيا، فبطولة ضعيفة الكونفدرالية. ولما الزمالك خد البطولة ورحت انت بنفسك قلت ده اقوى بطولة واقوى نسخة واقوى مش عارف ايه، والفرق اللي موجودة في الكونفدرالية اقوى بكتير من اللي موجودين في دوري ابطال افريقيا. يا عم انت هتموت لو قلت الحق، الضلال اللي في دمك ده هينفعك يوم القيامة؟
كونك ان انت بتغل من النادي الاهلي ومش لاقي حاجه تكتبها يا راجل، اتكلم على الوكسه الشديده بتاعت نادي الزمالك وازاي اتهزم مباراتين وايه اسباب الهزيمه. تقول لي الملعب، تقول لي النحس، تقول لي السحر، تقول لي الشعوذه، تقول لي الهبل، تقول لي العبط. سيبك فكك من النادي الاهلي عشان ترتاح. طول ما انت بتجيب سيره النادي الاهلي والحرقان عندك بيزيد، فكر في ناديك فقط، اتكلم عن ناديك فقط، انما كونك ان انت عمال تهري وتهبل على النادي الاهلي مش هيفيدك باي شيء. انتهى الفيديو بتاعنا، متروحش في اي مكان عشان مكملين اللايف بتاعنا. بقى للدوري المصري. الدوري المصري بينافس عليه ثلاث فرق، الزمالك والاهلي اللي لو كسب مؤجلاته هيتصدر، وبيراميدز لو كسب مباراته هيبقى في المركز الثاني فوق الزمالك. فالثلاث فرق دول بينافسوا على الدوري. حصل ايه في الماتشات الاخيره؟ حصل ان الزمالك كسب استر كامباني بالعافيه في الدقيقه 96، واتغلب من امبي 2-0 وكان ممكن يتغلب بنتيجه اكبر، واتغلب امبارح من طلائع الجيش. تمام. في المقابل بيراميدز كان عنده مباراه لو كسبها هيتصدر الدوري العام، لكن اتعادل فيها بيراميدز. ونروح للنادي الاهلي، ماتش المصري اتغلب النادي الاهلي، ماتش سيراميكا كان للدقيقه 95 الاهلي مغلوب وبضرب الجزاء انتوا فاكرينها، اتعادل النادي الاهلي. النهارده اتعادل مع البنك الاهلي، وقبليها ايضا تعادل فريق مش فاكر كان مين الفريق الرابع اللي تعادل معاه النادي الاهلي يا جماعه، ايه طلائع الجيش برضو اللي لعب نادي الزمالك. ولولا ان كوره اللي هي ستايل شيلونجو دي، فاكرينها ستايل شيلونجو بتاعت اللاعب الافريقي دي، ما عدى وجون فاضي حطها، بس احنا ما بنقولش على الكوره دي شيلونجو، احنا بنقول عليها ان ده وارد في كره القدم، وان الفرص الضايعه دي برضو. يعني النهارده كريم بامبو ضيع كوره طرائف وعجائب برضو من الكور يعني التي لا تضيع، كريم بامبو في الشوط الثاني وفرص لا تضيع في الشوط الثاني للبنك الاهلي. وبالتالي اذا نقدر نقول ان الدوري المصري دوري قوي جدا، دوري قوي جدا، وان الدوري المصري دوري المصري في فرق على اعلى مستوى. يعني انا مثلا عمال افكر، قعدت افكر كده، قعدت اقول لو فرقه طلائع الجيش دي او البنك الاهلي او سيراميكا او فيوتشر بيلعبوا مثلا سيبا التنزاني، او بيلعبوا مثلا سان داونز، او بيلعبوا مثلا الرجاء، او بيلعبوا مثلا وفاق سطيف، او بيلعبوا مثلا ساجرادا، او بيلعبوا بيترو اتلتيكو، هل مش هيكونوا ند وند قوي؟ وبيلعبوا مثلا المريخ السوداني والهلال السوداني. احنا ما عندناش فرق تكتيكيا اعلى ومهاريا اقوى ومدربين على اعلى مستوى. عشان كده انا مع راي الاستاذ عمرو الدردير اللي ابتدى، لو انت عايز تطور البطوله الافريقيه لابد بالاستعانه بدول كبرى زي مصر وزي تونس وزي المغرب، وقد تكون ايضا جنوب افريقيا، اربع خمس دول زي ما بيحصل في دوري ابطال اوروبا، تستعين بثلاث اربع فرق يلعبوا في دوري ابطال اوروبا، في دوري ابطال افريقيا. لان في فرق عندنا افضل بكتير من بطل النيجر ومن بطل بتسوانا ومن بطل ليسوتو ومن بطل السنغال ومن بطل غانا ومن بطل الكاميرون ومن بطل نيجيريا. عندنا فرق افضل بكتير والله. يعني اكيد الدول دي هتمثل من قبل بفرقه واحده، لكن سخن الدنيا اوضع شكل. انت عايز تعمل السوبر ليج الافريقي وتدخل افضل 20 مش عارف فريق في القاره عشان تجيب فلوس اكتر ورعاه اكتر، اشتغل على دوري اللي موجود عندك دوري ابطال افريقيا وقويه قويه. فطوطه عنده خلل رياضي، مش هقول خلل نفسي، خلل رياضي. ايه اللي بتقوله ده يا عم؟ لو مش عارف مين بيلاعب مين والاسئله اللي ملهاش اي مكان او محل من الاعراب. طيب ما هو المصري غلب النادي الاهلي، هل المصري اقوى من النادي الاهلي؟ وهل المصري كمل في بطوله الكونفدراليه؟ لا. طب ما قبل كده الاسيوطي او بيراميدز بمسماه القديم وبمسماه الحديث بيراميدز غلب النادي الاهلي قبل كده وباحتواء حكامه وغيره وغيره، هل معنى كده ان
بيراميدز اخد بطولة الكونفدرالية؟ برضه لا. مش معنى ان فريق يغلبني وانا مش في يومي يبقى هو اقوى من فرق تانية بتلعب في دوري ابطال افريقيا يا كابتن خالد. وده عيب في حقك ان انت تقول ان دوري ابطال افريقيا اقل من دوري المصري وانت اصلا طالع محصله من البطوله، ده انت ما فزتش ولا مباراه. ده عيب في حقك انت كفريق ان انت مش عارف تفوز او تطلع من المجموعه في اصلا في دوري ابطال سهل زي ما انت بتقول. طبعا ده خلل مش ناس طبيعيه اللي تقول الكلام ده. عايز تسفه من البطوله وتقلل من شان البطوله علشان طيب ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي ياخد الدوري وياخد دوري ابطال افريقيا عشان تخرسوا خالص. ما هو لو موسيماني واللعيبه تخلى عن ده اقول ايه؟ طيب في كلام ما ينفعش اقوله، عيب ان انا اقوله. لو اللعيبه دي تخلى عندها دم وتخرس خالد فطوطه وكل من على شاكلته ونلعب برجوله في الملعب وباداء وبروح قتاليه، ما نخليش العيال دي تطلع تتكلم وتقول لك الدوري اقوى وافريقيا اضعف، ولو دي بيلعبوا مع سيمبا التنزاني ومع سجرادة مش عارف مين ومع مين، وطلائع الجيش مين يا عم اللي بيركن الاتوبيس وما بيعملش هجمه خالص؟ ده طلائع الجيش فاز عليكم انتوا، وانبي فازت عليكم. انبي لو راحت افريقيا مش هتاخد غلوه في ايدين الناس. فين الجمهور اللي بيحضر في الملعب؟ فين؟ هل الناس دي قد الضغط بتاع الجماهير شمال افريقيا؟ طبعا لا. هل اللعيبه دي قد السفر والروح والجاي والترانزيت والحاجات دي؟ برضو لا. انت بتصدر الوهم للمشاهد اللي مش فاهم حاجه، بتصدر الوهم للمشاهد اللي هو بيقول لك سمعنا واطعنا. عايز تبين للناس ان بطوله افريقيا سهله، طب لما هي سهله ما اخدتهاش ليه؟ ليك 20 سنه بتطلع منها حصاله ليه؟ ده عيب في حقك انت مش في حق البطولة. حتى لو البطولة سهلة او ضعيفة او متنيلة على عينها، انت فين من الضعف؟ انت فين؟ انت لولا الاحتواء ما كنتش خدت الدوري السنة اللي فاتت. فالدولة قالت خد الدوري يا زمالك او مرتضى غرف ده، يا خد الدوري. دي نقطة. النقطة التانية، انت الماتشين اللي ما فيهمش احتواء، هو كان فيهم احتواء بس عدالة ربنا كانت اقوى من حكام الزمالك، الحكام الملاكي لنادي الزمالك. ده كان ردنا على خالد فطوطه، يعني مفيش فايده. يعني لو حطيت لفطوطه 100 قالب عمره ما يتعدل ولا ديل يتعدل نهائي، ودايما النادي الاهلي عامل له حرقان، ودايما النادي الاهلي في دماغه وشاغل افكاره. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تعمل لنا احنا لايك، تعمل للفيديو بتاعنا لايك، تعمل للرد بتاعنا على فطوطه لايك، وتعمل له شير على اكونتك على الفيس او على اي جروب انت مشترك فيه. وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناة ودخلت القناة بتاعتي وقلبت في الفيديوهات، ممكن انت الفيديو ده ما يعجبكش، ادخل قلب في فيديوهات تانية، اكيد في فيديوهات تانية هتعجبك. احنا متخصصين في الرد على البوابين والرد على بتوع البليلة واظهار الحق وتصدير الحقيقة ليك، على عكس الاعلام ما بيعمل ان هو بيصدر لك وجهة نظره السيئة المغلوطة في يعني حقايق، واحنا بنكشف لك حقايق ممكن حضرتك ما تكونش يعني مقتنع بيها بمليون في المية، ولكن احنا بنعمل على قد ما نقدر وعلى قد ما يعني بنأتي من قوة ان احنا نبين لك الحق والحقيقة. فما تبخلش علينا باللايك وبالشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لك اي جديد بينزل على قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.